أخبار اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة من حلقات شارع الصحافة، ومعنا اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، يطلعنا على أهم العناوين والأخبار التي تصدر في إصدار الأخبار المسائي غدا الاثنين. أول نرحب به، أهلا بك أستاذ جمال حسين. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. حضرتك، هناك مجموعة من العناوين والأخبار المهمة جدا، ومنها الحكومة تحذر من كارثة عطش خلال 3 سنوات، التعليم لنلغي امتحانات الفيزياء، وأيضا هناك وزراء وفنانون وإعلاميون في احتفال الأخبار المسائي، محور رود الفرج، أعرض كوبري معلق. حضرتك ممكن تكلمنا يا فندم على أهم العناوين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كعادة الأخبار المسائي بتهتم بما يهم المواطن المصري في كل مكان. كان أهم شيء النهاردة تم مناقشته في اجتماع لجنة الرأي بمجلس النواب قضية العطش. رئيس الإدارة المركزية للمياه بوزارة الري حذر تحذيرات شديدة اللهجة اليوم، ووضع النواب أمام مسؤوليتهم حتى يبلغوا المواطنين بخطورة التفريط في مياه الري وخطورة الإسراف في استخدام مياه الري. ده هيأثر بشكل كبير جدا على مياه النيل ومياه الري. هو حذر انه ممكن يحصل يعني كارثة عطش خلال 3 سنوات لو استمر الاسراف في المياه والتبذير في المياه بالشكل الموجود حاليا، وقال ان مصر بتزرع كميات كبيرة جدا وصلت الى 1 مليون فدان من الارز، وده كارثي. قال ان طبعا كلنا عارفين ان الارز بيتم سقايته بمياه الغمر وتظل المياه فتره طويله جدا، وده يستهلك مياه كبيره جدا اذا ما قيست بنظام الري بالتنقيط المتبع في كل دول العالم حاليا، لدرجه ان بعض دول العالم ترى ان استيراد الارز افضل من انتاجه، خاصه في المياه المناطق التي تعاني من مشاكل في المياه ومثل مصر. فالنهارده كان ده التحذير، وكان طالب بترشيد زراعه الارز، وطالب ان عدم الاسراف والتقليل بشكل كبير جدا من زراعه الارز حتى يتم حل هذه المشكله. ده اللي كان في مجلس النواب، والنواب فتحوا النار على بعض المسؤولين في الصعيد وقالوا ان الصعيد يعني بمهمل بشكل كبير جدا، وان ما بيتمش تكريك الترع وتكريك النيل وتطهيره، وده بيتسبب في فقدان كميات كبيره من مياه الري. هذه طبعا قضية تهم كل المواطنين المصريين. حضرتك، هناك أيضا قضية تثيرها في صدر الصفحة الأولى، التعليم تتجمل لنلغي امتحان الفيزياء. يعني كلنا عارفين ان الايام دي مشكله التعليم، مشكله تسريب الامتحانات، ومشكله شاومينج. كلمه شاومينج دلوقتي اهم كلمه بيتم تداولها في كافه وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والكل عندما يبدا الاجتماع يتساءل هل تم تسريب الامتحان ولا لم يتم تسريب الامتحان. اليوم الحكومه او وزاره التعليم اكدت انه لم يتم تسريب الامتحان، وان الامتحان الذي تم تداوله أو تم الادعاء أنه تم تسريبه ده نسخة مقلدة. التعليم طمنت الناس أنه ما كانش في تسريب امتحانات النهاردة، لكن هناك مشكلة حقيقية ظهرت النهاردة، وهي كان هناك دموع وأهات وصراخ وعويل أمام بعض اللجان، خاصة اللجان العلمي، من مادة الفيزياء. معظم الطلاب اشتكوا أن مادة الفيزياء مادة صعبة جدا، ده كانت الشكوى. في المقابل كان هناك فرحة وسعادة لدى طلاب الأدبي، وقالوا أن امتحان الفلسفة كان سهل للغاية. ماذا عن محور رود الفرج؟ هو عرض كوبري. حضرتك، وماذا عن محور رود الفرج؟ محور رود الفرج أحد المشاريع القومية الكبرى التي تعد علامة بارزة في عصر الرئيس السيسي. نعرفين الرئيس السيسي مهتم جدا بالمشاريع القومية في شبكة الطرق القومية
والمحاور وفتح أماكن جديدة والزراعات والفرافرة وغيره وغيره. كلنا بنلاحظ اللي بيسافر إلى الطريق عبر الطريق الزراعي يرى ملحمة إنشاء كوبري رود الفرج أو المحور رود الفرج. محور رود الفرج ينقل الحركة ما بين أقصى شرق القاهرة إلى أقصى غرب القاهرة في مسافة ثلث ساعة. ده هيختصر حوالي ساعتين من زمن الرحلة، هيتسبب في تخفيف حركة المرور بشكل كبير جدا. في ملحمة عمل بتتم حاليا بتشيدها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشركات المقاولات العاملة في هذا المكان. احنا عاملين حملة، يعني عاملين حملة توعية وحملة للتعريف بالمشاريع القومية الكبرى في الأخبار المسائي. تحدثنا عن كل مشروع على حده، كل مشروع نفرد له صفحة كاملة أو صفحتين. كل هذه المشاريع نأخذها تباعا، أخذنا مشروع الفرافرة ومشروع مشروع الإسماعيلية ومشروع الأسمرات، حي الأسمرات ومساكن الإسكان الاجتماعي، كل المشروعات القومية نهتم بها حتى نقول للمواطن أن البلد تتحرك وأن هناك إنجازات في عصر الرئيس السيسي، وأن الرئيس السيسي وعد وحقق ما وعد به. من هذه الإنجازات هي الإنجاز الذي نتناوله في عدد الغد إن شاء الله، اللي هو محور كوبري رود الفرج العلوي، وهو يمتد على امتداد 500 متر أعلى النيل ناحية رود الفرج، ويخترق أماكن كثيرة جدا حتى يصل إلى منطقة أكتوبر. ومن أكتوبر سيمتد المحور إلى العالمين، ويقصر المسافة ساعتين أو نصف المدة هذا المحور العملاق الذي يتم تشييده. وأرجو وأتمنى أن كل المصريين يشاهدوا هذا الحلم الذي تحول إلى واقع وحق ان شاء الله. صدقني حضرتك، بعيدا عن السياسه، هناك يعني خبر يهم العالمين، الا وهو احتفال الاخبار المسائي يكون وزراء وفنانون واعلاميون في خبر صفحه اولى. الحقيقه يعني انا وزمايلي في الاخبار المسائي بنعيش هذه الايام سعاده غامره بالمرور عام على الإصدار الثاني لجريدة الأخبار المسائي بالاسم الجديد، باسم الأخبار المسائي، اللي تنضم إلى كتيبة الإصدارات الصحفية لمؤسسة أخبار اليوم. هذه الفرحة بعد أن حمل الإصدار الاسم الجديد أصبح إصدارا يشار له بالبنان، أصبح إصدارا الحمد لله له اسمه وسمعته وسط الصحف الكبرى وبين الكبار. أسرة الأخبار المسائي وعدت احتفالا بهذا المسابقة، حفل إفطار سيقام إن شاء الله غدا يتقدمه بالحضور الأستاذ الكاتب الكبير ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، الذي كان أهم داعم في مسيرة الأخبار المسائي، وهو الذي تحمل عبء أو المشقة وتحمل الكثير معنا وخاض معارك ضارية معنا في سبيل أن يصدر الأخبار المسائي تحت هذا الاسم الجديد. سيشاركنا فرحتنا أعضاء مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عدد من الوزراء، عدد من المسؤولين، عدد من الشخصيات العامة، عدد من رجالات المجتمع. الجميع سيلتفون حول مائدة الإفطار. إن شاء الله نتمنى أن يخرج الحفل بالشكل المشرف الذي يتناسب مع أهمية الحدث وأهمية وقيمة وقامة مؤسسة أخبار اليوم، تلك المؤسسة الإعلامية العريقة الأولى في الشرق الأوسط. حضرتك ايضا الاخبار المسائيه دوما يعني تهتم بالشان الرياضي، ولذلك يعني هناك يعني خبر في السطر الاولى للصفحه الاولى، الاهلي والمصري سهره رمضانيه، كرواتيا تفوز على تركيا. حضرتك ايه ابرز الاخبار الرياضيه في هذا الاسبوع؟ بالتأكيد نحن نهتم بالشأن الرياضي في المقام الأول، نهتم بكل ما يسار في الرياضة عالميا ومحليا، لأن الجمهور المصري والجمهور المتعطش للصحف المسائية يهتم بشكل كبير بالرياضة. لا حدث يعلو في الشأن الداخلي عن المنافسة القوية والشرسة بين الأهلي والزمالك، وإن كان الأهلي يتقدم بثمان نقاط والزمالك يلاحقه لتقليل الفارق إلى 5 نقاط. بالفعل نجح الزمالك بالأمس في تقليل الفارق إلى 7 نقاط، وأضاح بنادي الشرطة إلى دوري المظالم. الفارق قل، فأمام الأهلي فرصة لتعويض الفارق وإعادته إلى طبيعته.
الفارق أصبح 5 نقاط. لا، الأهلي لديه مباراة هامة جدا مع النادي المصري. النادي المصري له رغبة جامحة في الفوز على الأهلي حتى يصل إلى ليشارك في الكونفدرالية. الأهلي يطمح بالفوز لأن هذا الفوز أحد فوزين، لو فاز بهما الأهلي لتوج بطلا للدوري قبيل انتهاء المسابقة بأسبوعين. إذن الأهلي لديه رغبة عارمة للفوز بهذه المباراة، والمصري لديه رغبة عارمة للفوز بهذه المباراة. إذن نحن أمام مباراة ستكون حماسية وقوية وشديدة جدا، نتمنى الفوز فيها لمن يقدم أداء كروي أفضل. أما على شأن الدولي فبطولة الأمم كأس الأمم الأوروبية هي التي المسيطرة على الساحة، ورأينا بالأمس الشغب الذي حدث من الجماهير الروسية والجماهير البريطانية لدرجة أنه صدرت اليوم تعليمات وتحذيرات ب عدم لعب الفريقين أو الإنجليز والروس في إذا تكرر ذلك، وتحذير كان شديد اللهجة من اللجنة المنظمة وهي لجنة الويفا. أيضا اليوم كان هناك مباراة كرواتيا فازت على تركيا، والويفا زي ما قلت حضرتك هدد روسيا وانجلترا بالاستبعاد من البطولة إذا تكرر هذه المشاكل. المباريات كأس الأمم الأوروبية بدأت ساخنة بل ومشتعلة، وأعتقد الأيام القادمة ستكون أكثر سخونة وأكثر اشتعالا. هم يقدمون كرة محترمة، كرة قوية، كرة رائعة، والجميع ينتظر أمام شاشات التلفزيونات للتلفاز للاستماع أو الاستمتاع بهذه البطولة المحببة إلى قلوب كل أبناء العالم الكروي. طبعا الاخبار المسائيه الصدريه يوم الاثنين ان شاء الله فيها يعني الكثير والكثير من الاخبار والتفاصيل والتقارير، ولكن حضرتك اليوم يعني اخذنا بعض العناوين. بالتاكيد لدينا تحقيقات، لدينا ملحق كامل عن رمضان على 3 صفحات نتحاول نتناول فيه كل ما يخص الشأن الداخلي. لدينا الكثير من الموضوعات، لدينا تحقيقات، لدينا اخبار، لدينا حوارات، كل هذا يقراه القارئ ان شاء الله في عدد الغد ان شاء الله. وايضا نحن نشكر حضرتك استاذ جمال الحسين على هذا اللقاء وهذه الـ يعني التنويه للقراء في المتابعين للاخبار المسائيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا من شارع الصحافه، شكرا لكم، دمتم في خير وفي نعمه والى اللقاء.